ما هو حرف اليوم؟ دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. الواو مع الفتحة و و و و و، الواو مع الضمة و و و و و و، الواو مع الكسرة وي 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 وي، والواو مع الساكن و و و و. واو مفتوحة وطواط و و و وطواط، الواو المضمومة ورود و و و ورود، الواو المكسورة وسام وي 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 وسام، الواو الساكنة ثور و و و ثور. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. حرف الواو. واو فتحة و، واو كسرة وي، واو ضمة وو، واو سكون أو. واو فتحة ولد، واو كسرة وسادة، واو ضمة ورود، واو سكون موز. رحلة حرف الواو مع فصول السنة. حرف الواو في فصل الصيف يرتدي القبعة ويذهب إلى الشاطئ ويصدر صوت وا وا وا، ونسمع صوته في كلمة ولد وا ولد. حرف الواو في فصل الشتاء يركب زلاجته ويتزحلق على الجليد ويصدر صوت وي وي وي، ونسمع صوته في كلمة وسادة وي وسادة. حرف الواو في فصل الخريف بيطير طائرته على صفرة الرياح ويصدر صوت وو وو وو، ونسمع صوته في كلمة ورود وو ورود. حرف الواو في فصل الربيع يقف ساكناً ويشاهد الأزهار ونسمع صوته في كلمة موز واو سكون موز. واو فتحة ولد، واو لام دال ولد، واو كسرة وسادة، واو سين مد ألف دال تاء مربوطة وسادة، واو ضمة ورود، واو راء مد بالواو دال ورود، واو سكون موز ميم واو سكون زاي موز. اكتب كلمات بها تاء مربوطة. هيا نفكر في كلمة بها تاء مربوطة. أحسنتم، كلمة وسادة، واو سين مد ألف دال تاء مربوطة وسادة. هيا نفكر في كلمة بها تاء مربوطة. أحسنتم، كلمة سمكة، سين ميم كاف تاء مربوطة سمكة.
هيا نفكر في كلمة بها تاء مربوطة. أحسنتم، كلمة غزالة، غين زاي مد بالألف لام تاء مربوطة غزالة. اكتب الحرف الممدود. كلمة تين، تاء مد بالياء نون تين. الحرف الممدود يأتي قبل حرف المد. أحسنتم، حرف التاء وعلامة المد الكسرة. كلمة وسادة، واو سين مد بالألف دال تاء مربوطة وسادة. الحرف الممدود يأتي قبل حرف المد. أحسنتم، حرف السين وعلامة المد الفتحة. كلمة حوت، حاء مد بالواو تاء حوت. الحرف الممدود يأتي قبل حرف المد. أحسنتم، حرف الحاء وعلامة المد الضمة. كلمة ديك، دال مد بالياء كاف ديك. الحرف الممدود يأتي قبل حرف المد. أحسنتم، حرف الدال وعلامة المد الكسرة. اكتب جمع الكلمات. كلمة قرد، جمع كلمة قرد. أحسنتم، قرود، قرد قرود. كلمة طفل، جمع كلمة طفل. أحسنتم، أطفال، طفل أطفال. كلمة قلم، جمع كلمة قلم. أحسنتم، أقلام، قلم أقلام. حرف الواو. حرف الواو بحركات الفتحة والكسرة والضمة. واو و وردة، و ولد، و ورقة، و وجه، و وحيد القرن، و وحش، و وعاء، وشادة، وشاح، ورود، وزور. حرف الواو بحركات